عاد فيل جونز، فيل جونز لمن ليفين لايني يتمكن من هذه الكرة، فيل لايني يلعبها في وسط الميدان لأندر هيريرا، هي ممتازة خطيرة، جول 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 جول. خوان ماتا يفتح مجال التسجيل، لعبة عالمية من أندر هيريرا، خرج كالقط خوان ماتا في الجهة اليمنى، استلم باليسرى وسدد باليمنى مفتتحا مجال التسجيل للمان. يا لها من لعبة، ويا لها من تمريرة، ويا لها من تسديدة، ويا لها من هدف. مانشستر يونايتد في الأنفيلد صار متفوق على فريق ليفربول بهدف مقابل صفر يا فان خال. المان متفوق في ليفربول، فان خال العبقري يتفوق على رونجرز لحد الآن، براندن رونجرز لحد الآن بهدف مقابل صفر. 14 دقيقة لعب، مانشستر يونايتد متفوق على ليفربول. هل هناك بداية أجمل من هذه في مباراة مثل هذه بين المان وليفربول؟ اللعبة كم كانت رائعة، فافتحوا اللعب، فتحوا اللعب عناصر فريق مانشستر يونايتد. لما تفتح اللعب تكون عنده الخيارات حامل الكرة، أندر هيريرا كان عنده متسع من الوقت لكي يهيئ الكرة ويمررها على طبق ناحية خوان ماتا، خرج على الجهة اليمنى، استلم باليمنى وسدد باليسرى، افتح مجال التسجيل لمانشستر يونايتد. هيريرا كرة خطيرة، أندر هيريرا، ما زالت الخطورة لإخوان ماتا من هناك على الجهة اليمنى، إخوان ماتا يلعب علي دي ماريا، إخوان ماتا بابا بابا جول 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 جول. يا له من جول، إخوان ماتا الإسباني الصغير يصنع العجب بهدف في منتهى الروعة. التمريرة كم كانت رائعة يا دي ماريا، والضربة المقصية كم كانت أروع من هناك يا خوان ماتا. شوف التمريرة، الكرة الأولى من خوان لدي ماريا، رجعها لإخوان، بوم بيساره على الجهة اليمنى من مرمى الحارس سيمون مينيولي. مانشستر يونايتد يسجل هدف ثاني قاتل، هدف ثاني رائع، هدف ثاني مبدع، هدف ثاني في المستوى الرائع. مانشستر يونايتد يفعلها في الأنفيلد، متفوق على ليفربول ب 2-0. يا له من ماتا، يا له من ماتا، هدف بضربة مقصية في من أروع ما يكون في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس سيميوني، هدفان مقابل صفر لمانشستر يونايتد في الأنفيلد. يا سلام عليك يا لوي فان خال، يا سلام على ما كان يسمى بالفكر القديم، صار فيلسوفا اليوم، صنع الفارق في هذه المباراة أمام ليفربول بالثنائية، هدفان مقابل صفر بعد ربع ساعة لعب منذ انطلاقة الشوط الثاني. نتذكر نتيجة لقاء الذهاب 3-0 للمان، هل سيكررها لوي فان خال أمام براندن روجرز في الأنفيلد بثلاث أهداف مقابل صفر ويبقى وحيدا في المركز الرابع لصالح عناصر فريق مانشستر يونايتد. المان الذي سبق له أن فاز 10 مرات على أرضية ميدان نادي ليفربول، هو أكثر فريق فاز في الأنفيلد على ليفربول. كوتينيو عنده الكرة، كوتينيو يبحث عن المكان للتسديد، هنا خطيرة، جول جول. دانيال ستيريج يعيد الأمل لليفربول، ليفربول هذا ساحر، الكرة الإنجليزية فيها العجب، كل شيء كان ميتا قبل أن يحيى. دانيال ستيريج يحييها بيمناه، يباغت الحارس ويسجل الهدف الأول، يباغت دوخيا، كرة كوتينيو لدانيال ستيريج والهدف الأول لليفربول في هذه المباراة التي ستكون نار 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 في العشرين دقيقة المتبقية من عمر المباراة. دانيال ستيريج يسجل رابع هدفه مع فريق ليفربول، لن ينقذ مانشستر يونايتد سوى هدف ثالث، لانه لو لم يتمكن من تسجيل هدف ثالث سيعود فريق ليفربول، النتيجه لن تبقى على حالها.